عندنا تحدي جبار، فأقل من 5 دقايق نشرح كل أساسيات البريمير برو. يلا بيرول. ازيكم؟ وحشتوني جدا. اعتقد ان احنا محتاجين تايمر. يلا بينا. برنامج البريمير زي اي برنامج تاني الادوبي بيديك الفلكسبيليتي انك تتحكم في الانترفيس براحتك، متقسم لبانلز او تقدر تسميها ويندوز، تقدر تحركها، بتقفل اللي انت مش محتاجه، بتقدر تطلع فوق كمان على ويندو وتفتح لو في حاجه معينه قفلتها. ده الشكل اللي انا متخيله احسن حاجه تبدا بيها للبريمير، البانلز دي وبالمنظر ده. البروجكت مانجر ده المكان اللي بتبدا منه الشغل، بتضيف فيه الملفات بتاعتك، صوت، صوره، تعمل دبل كليك او حتى ممكن تطلع فوق فايل امبورت. ضفنا الملفات اللي احنا محتاجينها وجي وقت ان احنا نختار الشوتس اللي عايزين نستخدمها، وده بيحصل جوه السورس مونيتور. تعمل دبل كليك على الفيديو بيتفتح جوه السورس مونيتور، وتقدر ان انت تعمل براكت ان من تحت هنا وبراكت اوت، وتعمل دراج اند دروب من على السورس مونيتور لحد تحت في المكان الفاضي ده بنسميه التايم لاين. لو عملت دراج اند دروب من على الفيديو بتنقله صوره وصوت، لكن ممكن طبعا ان انت تنقل صوت بس او صوره. التايم لاين ده هو اهم حاجه في حياتك. الابداع بيبقى هناك يا جماعه، الاحساس بيبقى هناك، الفتره اللي انت بتقضيها جوه التايم لاين، فتره الاديتور وهو عايش جوه عقل. لا مش عايزين ننسى، انا عايز الشوت ده وعايز الشوت ده وده. تقدر تضيف كل الملفات بتاعتك على التراكس دولت، فيديو 1 واوديو 1، او تحطهم فوق بعض لو عايزهم يظهروا في نفس الوقت. يعني كمثال كل فيديو من دولت نزل بالصوت بتاعه، لكن انا عايز كمان اضيف موسيقى كتراك تاني تحتيها للاوديو. على الناحيه اليمين فوق هتلاقي زرار بلاي تقدر تدوس عليه، ده اسمه البروجرام مونيتور، هو اللي بتقدر تعرض فيه شغلك اللي انت شغال عليه في التايم لاين. يبقى بروجرام مونيتور، سورس مونيتور، بروجرام مونيتور، سورس مونيتور، بروجرام مونيتور، سورس مونيتور. هنا الجزء اللي انت بتشوف فيه شغلك في التايم لاين، وهنا الجزء اللي بتطلع فيه الشوتس وبتقطعها. بتحرك التايم انديكيتر جوه التايم لاين بتاعك، وهنا فوق على الشمال مكتوب التايم كود. تايم كود عموما ده التوقيت بتاع الفيديو، بيتقسم ساعات، دقايق، ثواني، فريمز. وموضوع الفريمز ده موضوع طويل جدا ملوش وقت دلوقتي. دلوقتي بقى عايزين نبدا الايديت بتاعنا، وده دور التولز. تقدر تاخد الرازر تول وتقطع الفيديو، بتعمل كليك بالماوس، وطبعا اقف بس بالسلكشن تول، ادوس عليها واقف على الفيديو اللي انا قطعته من الناحيتين واحذفه. خلصت الفيديو عايز تعمل شوية افكتس، ده دور الافكتس بانل. تقدر تحط اي لوميتري بريسيت على الفيديو بتاعك. للناس اللي مهتمة احنا بنتكلم عن الكالر جريدنج والكالر كريكتنج في وقت تاني. عموما انا دماغي رايحة لحاجة بلاك اند وايت، هناخد بريسيت من المونوكروماتيك ونحطها على الفيديو بتاعنا. بدل ما تحط الافكت دراج اند دروب على فيديو، ممكن تروح تستخدم الفيديو تراك 2. هننزل جوه البروجكت مانجر، هتعمل لاير جديدة اسمها ادجستمنت لاير، هتشد الادجستمنت لاير دي جوه التايم لاين وهتشد عليها الافكت اللي لو طلعت على افكتس كنترول تقدر تحذف اي افكت انت عملته على اي واحده من الفيديوز دي، وفي نفس الوقت هو اللي تقدر تتحكم فيه في اي افكت تاني من اللي احنا هنستخدمهم دلوقتي. مش عايز انسى احط ما بين كل ملف اوديو واوديو كونستنت باور، عارف، عشان يخلي ملفات الاوديو المتقطعه دي تمتزج ما بين بعضيها. ولازم في الاخر خالص تحط افكت اسمه اكسبوننشال فيد، واحد من الافكتس اللي يخلي صوت الاخير يعمل كده. نفس الفكره ممكن نعملها على فيديو ونخلي الفيديو يبقى بيفيد جوه اللون الاسود، بنسميها ديبت تو بلاك. خلصت يا معلم ومرتاح كده تقدر تعمل ريندرينج. يعني ايه الريندر؟ اللي هو انك تنتج الفيديو على شكل ملف، يبقى فايل اكسبورت ميديا. مش هنتكلم عن الريندرينج سيتنجز دلوقتي، بس اوعدكم هنتكلم عنها، انا بحب اتكلم اساسا. الفورمات هتبقى H264، اعمل ماتش للسورس هايبرد ريت عشان يبقى باعلى كواليتي، اعمل اكسبورت للفيديو والاوديو، اتاكد ان الاثنين دولت معمولين صح. لو انت لسه مركب البرنامج اول مره مش هتلاقيهم معمولين صح. والاوتبوت نيم انك تختار اسمه ايه جوه الكمبيوتر. الف مبروك. اكسبورت وادعي لي. محتاج كافيين. طبعا
الفيديو ده مش كفايه لحد عايز يتعلم البريمير. هو بدايه قويه جدا لواحد عايز خلال كام دقيقه ان هو يعرف الاساسيات كلها. ولو فكرنا في الموضوع شويه نحس ان الفيديو ده موجه اكتر لواحد قاعد على سوني فيجاس او يقعد على فاينل كات او اي موفي او اي برنامج تاني وعايز يشوف البريمير عامل ازاي، الورك فلو بتاعه عامل ازاي، بس يقرر ان هو يسيب البرامج دي ويجي البريمير. هو ده الصح. انا سعيد بالتجربه اللي احنا عملناها مع بعض، حاسس اني انسان جديد، حاسس بانتعاش كده، حاسس باختلاف، عارف اللي هو تعالوا نعمل الموضوع ده تاني، تعالوا نجرب التجربه دي تاني مع بعض. يعني لو فاضيين، لو مش فاضيين ممكن تنزلوا تعملوا سبسكرايب للقناه بليز علشان اعمل فيديو تاني، او ممكن ما اعملش عادي، مش هعمل، قولوا لي تحت في الكومنتات ما تعملش، مش هعمل، لا هعمل، فكر اعمل فيديو عن الافتر افكتس، يبقى تشالنج برضه، يعني حاجه كده برضه. في خلال هو الفيديو وصل لكام دقيقه؟